والله اني حافظك وادرى عليك وكل نيلك، لا كتبت اسمك وانا في البر لو اني لك وتحت وامام وخلف معك كل اتجاه، مو مع الجنب بس. مساء الخير، حصنتك بالله سبحانه من كل مكروه لتقريبا 45 دقيقة واقف وقوف تام، زي ما انت شايف وقوف تام في طريق ملك خالد في الرياض. والله لا يحرمنا من الرياض رغم زحمته، بس الآن اللحظة هذه أنا عندي اجتماع، والله عندي اجتماع متأخر عليه يمكن نص ساعة الآن ينزل على طول. وذا الحين كيف الطريقة؟ نور الدنيا ورب البيت. في لذة مستحيل تستشعرها أنت وتعيشها، بالرغم ممكن أنك تعيش جزء منها لكن بكامل لذتها لن تستشعرها. وآسف أقول لك هنا يا صديق قلبي أني أنا أفوقك شعورا وتجاوزا وحبا في هذه النقطة وهذه الجزئية، وهي اللي تخليني أضحك أحيانا ضحكة الفرحان. الله لا يزيل هالفرح، أنه لما أستشعر أني أصور وأنه هذا المقطع أو غيره من السنابات أنت بتشوفه، أقسم بالله أنه يدخلني كذا لذة في عقلي، أصير مبسوط في عقلي، أصير حرفيا مبسوط في عقلي كذا لما يعني يجي في بالي أنك حتشوف المقاطع اللي أنا أصورها. فعسى الله يديمكم ولا يخليني منكم، عشان كذا قلت لك آسف هالجزئية ممكن أني أفوقك فيها لذة وشعورا لما أستشعر وأطالع هنا بالضبط في الكاميرا نفسها، ها ما طالع في الشاشة حق الجوال أسولف معك كذا، لا في الكاميرا نفسها وعيني تطيح في عينك مو مع الجنب سيدة. نور الدنيا. عمي جد ابوي انت من نور الدنيا يا روحي جنبك وين انا وعافيه الله يعافيك يطول بعمرك ويجعل بالعافيه امور سعيده. الرجل هذا له فضل عليك قبل 7 سنين تطيبا في دبي في الامارات، ابد على جعلني بدو هنا ما جبته. الله يرحم والديك ويجعله بالعافيه بالحب. الله يسعدك يا مسلم هد، يا مسلم هد، يا ولد هد. انت قدام شو مدك انت فين؟ ايه ما طب قدامك شوفه. اللهم لا حلو لا قوه الا بالله. شوف شوف انت قدامك معكم ها طقت ولا ما طقت يجي منه طقت ولا انت اللي طقيت؟ وش الموتر ذي اللي ب 400000 بس صار؟ ها حول 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 الله يتكلم يا ولد، حول يا ولد حول حبيبي تعال بسالك، انت عازمنا انك شفت نسولف معكم ولا ندف؟ صدق كيف يعني؟ علمني والله انكم جيتوا في وقتكم الله يحييكم. يعني اني ايش قال انكم غرستوا انتم بعد؟ والله أنا غرزنا صدق أنا لله هنا ليه وانا ديش يلزق الله المستعان. يلا نقدر 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 اوب ابو علي ليش ما لك نفس الدف تعال اكلمك انا، ترى والله انه ما لي نفس الدف. والله ما لي نفس الدف. جاك 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 الحل الاخير ان يرفعون السياره. وين اللي ذا؟ لا لا يا اخي تعال تعال نبغى نلمح ان احنا صد خلاص تعبنا كثير يا رجال عن جس اني ما تبغى تجي السيارة شوف اوف 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 ما خلينا ندير الجلسة وطالع كانك تعبان يا زايد. ايه ابو علي 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 تقف يا سعد انا بشيء بس مخدوم 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 يا رجال تعال يحييك يا رجال تعال والله اللي مرحبا والله اللي مرحبا اللهم السلام تبغى دا ايوه ايش ايش تسوى ملاي الله ولا زلايب ما لا ما 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 لا لا والله والله لا ايش عن محمد لا والله اي الشيخ بشير عسام خلصوا لا تو امانه اي والله طيب يعني اكون معك صريح بيني وبين
احد قال يعني وين الشباب اللي داخل شيء؟ وش احد يعني قال وين الشباب اللي داخل ما ساعدونا ولا عادي؟ لا متاكد يا ساعد قلت ترى ساعد يحط علاج حراره على زي ترى زي تعبان كل ايه. صح اي تعبان والله بس احنا لو انتم والله ما انتم تعبانين كان ايوه. حتى انا مش متعبان هلا نجي وين؟ يلا بسام دقيقة يلا بسام يلا يلا بسام شوي يلا بسام شوي 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 بسام يا بسام روح يا بسام تنزل هو يمشي ولا ما يمشي محمد صبر رجع يلا بس لا هو دقيقة يا سلام خلصنا من الفور جات الكامري ايش ذا العقوب يلا دف يا عيال يلا بسم الله بسم الله بسم الله روح يا ابو جابر روح ابو جابر روح بس ما جت ولا سالفه انت هي راح الثوب يعني متحمس صح روح ارجع لي ارجع سعد ارجع سعد ارجع سعد دف 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 بسم الله يلا يلا روح يا بسام روح روح اوه انفك الصدام صدام انفك انفك الصدام صدام انفك لا صدام هنا يا عيال خلاص هي الثاني اما انا انت مكلمتنا نجي ايش النية ان نتكي ولا ندف معكم؟ انا كنا مبسوطين بس ما ادري يا فزعان جيت صلاه معكم تهقى هطول في عمرك ان شاء الله دقيقه تدري من اللي ما اكلها في الموضوع هذا كله؟ رجع ضحك شدنا ما اكلها دقيقه يا ولد يا ربع بعد طلعت الروح بعد ما طلعت الفورد رجعت الغرزة مرة ثانية ايش هي الموضوع ابو ياسر ايش فيه اوب 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 هذه نهاية الطلعة تعال في قهوة وشاهي وسوالف ولا دار في ذا المجلس ولا سالفة ولا قهوة ولا شاهي ايش سالفة يدخل ذا اي والله ويدخل ذا ويطلع ذا الله المستعان جديد القهوة والله مكتوب يا لا والله العظيم منتبخ ما شاء الله تبارك الله هي الاجواء ان شاء الله والله انا اجواء ما تفوت ابد ليه تدعي تدعي ليه تدعي ليه غرس في الاجواء هذه الحلوه انا ابو ياسر بنروح ان كانكم غرستوا
هذا الخط الموتر معاي اهو. آه الخط طورك. شوف ايوه ايوه ان ربي سبحانه. دقك زينه دقك زينه يا بس توقع الاسباب ها ما معي والله ما معي اي والله اوف 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 ها لا لا واضح ان هذا اختام الطلع مضيع المفتاح يا ولد دوروا لكم داخل لكم مع اخوه الله يعيني عال السالفه تكفون ترى شباب راحوا كلهم حبيبي صبرنا على تغريز صبرنا على برد صبرنا على امور واجد مفتاح مضيعينها بعد انت عمك هذه عم عمه لقيته فهمت اه شو دور الخيمه تكفى قاعد يعين فيني الطالعه من بدايتها زف زف يا رجاء الله ييسرها اسعد الله مساكم جميعا بكل خير يا مرحبا والله ما سهل عموما ذا اليوم طالعين في ذا المكان اللي يتسح النفس وهذا عبد الله اخوي عبد الله جايين يا مرحبا اهلا وسهلا يلا حي هلا والله هم سهلا طول عمرك ان شاء الله والله بشر انت تصور سناب وانا فاتح سبيس امانه اي والله يا مرحبا بك والله طول الله يحفظك ان شاء الله يا هلا يا هلا كيف المكان والله ترتيب ما شاء الله تبارك الله هلا يا اخي في شيء يتحرك هنا عبد الله تشوفه بس ما ادري وشو مش ذا الطيق مني مع الخير اوه مسفر معليش بس يعني نفس طاقم زي كذا ادي ناقص كنوار بس خلاص طم ثوبك خلاص 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 نبي كذا شب ونبي قهوه والله الله الله يا اخي والله اني ناسي عجبتي باقسيم ترى مو ناسيها منزلها انا صدق اخاف رجلي من اليوم كذا وما في اي فايده انت صرت تصوير بس والله ما في اي فايده قسم في صوت تصوير هنا اتوقع الله يستر مسفر صار على الشاي يلا خلني بشد العمود هذا ماشي ماشي هذا شيء اضروسي اضروسي بشرى العلوم طيب كيف الحال وين انت سكسوال كل امانه قلت لك والله اني اللي جاوب عطني معلومه وتراها يعني بينك وبين الله عطني معلومه سريه انا ما كنت ادريها ولا انت كنت ابغى اني انا اعرفها عنك عطنيها الان في السناب هذه معلومه سريه ايه ما قد قلتها لك ابدا وما تبغاني اعرفها اصلا طيب ابشر والله لعلمك بها وانت الان هم الحين وش دخلهم يدرون نبي العالم كله يدرون طيب بوجه الكاميرا على عبد الله يعرف الياء الالف والياء كلها عني انا سامح لي يقول اي شيء اي شيء اي شيء ابو بجاد مرحبا عندك لا تشر لا والله ما في ذمتك عطنا معلومه سريه عن عبد الله بدون خيارات بدون جزر معلومه سريه عن عبد الله ما حد يعرفها هو ما يبغى حد يعرفها عبد الله ابو علي عطنا معلومه تكفى عن خلينا نصور الله يطول عمرك اليوم سلام الله يطول عمرك اسلم سلام ما غرد الطير وحام الله اكبر سلام فوق القصور العالية يا من لها قلبي سكن الله الله خلاص كنسل عبد الله انجاك الله سبحانه
كل هلاليين بس مو زي كذا. يا اخي الهلال ما تخاف عليه، المفروض ما تتابع. يلعب ضامن الفوز بعد ما يخلص تابع ملخص. انت الموضوع. انا اقول لو انا نصراوي جاي من تحت لتحت واضحه. لا والله ماني نصراوي. تدري لو اني مثلك ايش بسوي؟ بنزل ثوب ويحط له عمل واجره. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 أكل تراب بس. أسر اسمع يهد من اليوم حكون مستانسين يعني كذا نغير على المود شو رأيك؟ جوك صح؟ إي والله راح أنت طب جو صوتك جو صوتك راح أنت تلقى أقدر جوك إيه جوك أحلى شيء ذي عبد الله بس ونزار بالله بالله يعني كم عمرك؟ لا لا صدق عجبني كم عمرك؟ 28 هل تزوجت؟ هل بنت مستقبلك؟ هل أسست حياتك؟ لا ما لا ما غير تدوج في الرياض رايح جاي لا واحد ولا ثنتين بلا هدف كذا تمشي بعلمك بس انه يعني الواحد انت 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 خل عبد الله انت عندك 28 مثلا لا تزوجت ولا لا وماخذ موت اخوك جديد 80000 ريال وصاد معلم تلفه راح والله العظيم اني اسمع كانك ماخذ 80000 هذا في النار والله اني لا لا صدق يعني طيب انت لا احد يعني بس كذا يمشي بس كذا يمشي والله العظيم اني اسمع بهذه من اللذات اللي شفتك انت الحين خلاص مو خلاص موضوع انه عبد الله انت بالعمر 28 سنه وش باقي الواحد يأسس حياته يروح ترى الدنيا ما هي كلها ضحك ووناسه والله العظيم يعني واحد انت بالعمر الله يضيق على العدو هذا شبه دي صح صح شوف يا وشر عليهم قد ما نكد عليهم يا يال كيف الحال؟ جيتني بس بوقت متأخر آسف اعذرني بعد ما أقدر والله وفقنا بالجو ولا صدق أهل الرياض اللي يقعد ببيته ما عنده سالفة الجو فانتاستيك أخذنا الأغراض كلها وطلع إن شاء الله مخيم كاشتة ولا تحتاج القريب الله يحييه تحية وبعد 55 دقيقة بإذن الله عندنا تدشين وبينزل العمل الجديد الله وصلنا على المخيم اللي ما رتبنا له ولا خططنا الفكرة كاشتة للنفود فجأة صارت مخيم مرحبا أبو جابر أنت الحين تكح والله الحين جعلك ما تشوف شر ان شاء الله جعلك ما تشوف شر جعل بعدوين ان شاء الله لا اعدائنا يهشوا والنار قاعدين يشوفونا الرجل والقهوة اللي تطلع رز من كثر ما مسكتها 70 يد هلا ابو عابد كيف الحال على القوه الله يقويك ما شاء الله تبارك الله يطول عمرك يخليك لنا يا ابو عابد هذا مش في البرميث خوينا هذا استمثال حقنا اليوم ناقصة عمود احلى شيء اسمعه في الطلعه اسمع بشروبي تمثالي اتذكر هذا من النوع اللي لا سويت انت كل شيء جاء وقال انا اللي سويت من اليوم ترى يحاول يغريني لا هذا اللي دخل سقوه راح صبه وقال كيف القهوه خلاص الله يعطيك العافيه قواعد ما يسولف
عيال امزح. زبدني ما دريت والله انا استعاب واضح نرتاح لكم واضح انا كميان على طول والله شددني ما في قصد لا العمل مسكنا كم خط خطين انا وياك عليه حتى ما راح معك اي ما راح حالي انا واجد ترى اسمعين عند عم ابي وش البارت اللي يعجبك مره يقول شو سولف لك حبيبي وانت ما تدري عن اللي صار انا العاشق انا التايه انا الساهر انا الشاق هذا صوتي زين الحين كان غنيتها بس انا صوتك زين بكل حال الله يطول عمرك ان شاء الله حي والله ذا الحجاج وش الدخان ترى ما يتبع الا الزين يا رجال انا الزين زين وخالف الدخان اعماله كلها ايش رايك بالعمل ابو مالي؟ والله جميل جدا البارت اللي عجبك والله ما ادري البارت وش كيف الحين تتعامل مع النوعيه هذه؟ كيف يعني الجزئيه اللي عجبتك جدا صوتك جميل والله هي الجزئيه الصوت عندي غير المرتقه يعني جدا الله يسلمك العبدي الشمي يا الله حيه يا مرحبا ما رايكم كيف حالك البارت اللي عجبكم عاد والله ان الاغنيه كلها سواء لحن ولا كلمات مبدعه ولكن بارت عجبك مثل شوبك مثل شوب السحاب وطاحت الامطار بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت اوراق البارت هذا اهديه لك يوم انك جيت للرياض يا حبيبي احبك وانت في قلبي وحيد ولا عليك غبار وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي اثر شوفك مثل شوف السحاب تحت الامطار حبيبي وانت هرانا الشاب عاش ابو سابر عاش ولد اي لا 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 ابقى كبرت علينا الله يجعلك له السلام عليكم مساك الله سالنا كيف حالك والله مساء الحب مساء الانوار مساء الشوق مساء قلبو ستعالجك الطبيبة ماشا ابو عابد هلا والله كيف الحال اجهرتك انا اسف اضاءه خفيفه بالله ايش رايك بمسفر ابغاك تقيمني بمسفر صدق من بينك ايه كبير ولا صغير تفرش شيء زايد كذا اكس كبير زايد ها زايد اميره كذا صح عوده بالله وصد وصد هذا شو انت ايش الله لا يبلع حول ولا قوه الا بالله حسيت الشاي وقهوه اي والله تدري ازي ما بلكشت وش ويش انها قريبه 8 دقائق ومشيت ما في زحمه ولا شيء هذا مونس لي معك مخن يرفع حدث يعني الجلسه فجاه عبد الله يثبت على المشي يقول انت من وين صاحي سوا ومتروشين ومصلين وطالعين وجينا وطلعتنا كل حالنا ورجعنا وجلسنا وتسألني يحكم من وين يا اخي يبي تعرف عليك لا عاد تعرف علي احنا سوينا اشياء خاص بعيد عن قاضت السوالف وش نسوي طيب جاي ايش نبزيت هذا الرين يا حبيبي ها الرين والله ونعم ونعم بسم الله انت بهوشة من وين انت مو بشرط الحين مسفر علمك ومنير وانت ما علمته ولا شغل ليه جلسه شتويه طبعا ابو بجاد ابسط ابو بجاد جلسه شتويه وناس خبت ريح نبي نسمع منك بيتين يا ابو بجاد تكفى يا عبد الله تكفى بنزار ترى اني من زمان ابغى اسمع الرجال ترى من زمان انا عندي دقه كبيره في ذاقه الشعريه مليان اذا ما عليك امر ولا ما عليك امر حط هذه عندك نبي نسمع الله ينام ما هو مايك هو سماعة أنا أسمع بعدها شوي دقيقة يلا دقيقة تعال ميدي يا مصطفى ها فاهم غلط بعد شوي يبعد
طالع نجوم الليل والشمس تصلع تصلان ايش بيت تصلان يا قلبي تصلان يعني ايوه ايش بعدها طيب بس هذين ثاني حاطه بس ولا موسيقى اي كفي يعني والربابه خزونا الربابه شوف كيف استن ايش زايد ابو سابر ارحب سمعت القصيده انت قبل شوي صح؟ ايه لا عاد سردك صح؟ تقريبا طيب ممكن تحسن السمعه شوف كيف شوف كيف شغل جبتها على الجرح وكنك ما دريت وانت قصد ما هي منك اصدفت والدليل انك تبسمت ومشيت الله وانا نادي لك ولا يمي التفات اوه زامر اقوى صدماتي من يدينك خبير سلامة تقول الصدمات وبجد ها حسن السمع ولا لا الله يصدمك الله يصدمك شوفك مثل شوف السحاب وطيحت الامطار بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت اوراقي